رحت ع البحر لا اطرح شباكي لقيت الموج ضاحك شباكي اسألت موجي قلت لا شباكي قالت لي مفارقة اغلى الاحباب طالت فينا الليالي وطالوا الايام والغالي بعده يا الهوا مرجحنا يا ما بالحب فرحنا يا ما الهوا مرجحنا يا ما بالحب افرحنا فكرك سارح بعدك جارح جاي صالح شو شو رأيك أنا بعرف بتغاري علي وبقلبك حب وحنية لولا انت غلطتي فيي، ما بغلط فيكي يا عيوني، جني ولا لحظة تروقي، تيغلي يغلي الدم البعروقي، انا بدي انا هيك تكوني، مجنونة بحبي، مجنوني ايه <applause> ايه، ما تستغربوا بدي غني ما تتساءلوا تسالوا بعضكم انه شو عم بيعمل هيدا يعني بدي غني وسمعتوني هلا غنيت غنيتين اسمعوا حكي للاخر بدي غني لانه بحب غني وحلمي اني غني بدي غني لانه يلبق لي غني بدي غني لأني حلمي كون نجم كون نجم على مسرح كبير وجمهور أكبر، بدي غني لأنه لي غني أكتر من كتير فنانين، أنا عندي فن أقدمه أكتر من كلهم، أكتر منهم كلهم أنا عادي أقدم فن. أكثر من كثير فنانين أنتو شايفينهم فنانين. أنتو شايفينهم فنانين. بدي صوتي يوصل وحيوصل بدعمكم. بدي صوتي يوصل وصوت ل... لكل عالم اللي بتشبهني. بحق لهم يوصل صوتهم يكونوا نجوم. مين قال إنه الغنى بال بالضعف ولا بالطول ولا بالساعه اللي بسها ولا بالبدله ولا بالفستان ولا بشفاف مين مين قال؟ مين قال؟ مين قال هيك؟ مين انتم تتحطوا حواجز وتقولوا هيدا فنان وهيدا مش فنان؟ انا صوتي بده يوصل بده يوصل بدعمكم انتم انتم بكم تضوا علينا انتم وحدكم أنا جبارتكم تسمعوني جبارتكم تسمعوني ووصلت لكم صوتي وكثير غيري ناطركم ناطركم تسمعون بس تسمعون تسمعون لدرجة أنه تنعموا تسمعون لدرجة أنه ما تشوفوا ما تشوفوا الفستان اللي بسته ولا البدله اللي لبسها ولا عيونه ما ضروري يكون ملك جمال لغني يروح قدم على ملك الجمال انا بدي أغنى بحق لي غني طلب صغير جمعيه تضوي علينا نحن الضعيف والناصح والبشع لك مين قال انه هو بشع مين اكد لك انه بشع انا بدي أغني كلنا ما نغني لانه بحق لنا نغني وحلمي أغني، وحغني وحيوصل صوتي والعالم تسمعني مش تشوفني يا ريت تعرف كيف نصلح الوضع نخلي المستمع يسمع ما اسمه مستمع ما اسمه مشاهد نخلي المستمع يسمع بس ويحكم يا ريت بتسمعوا مثل ما انا بسمع الفنانين وبتشوفوا مثل ما انا شايفكم يا ريت انا بحق لي اللي. بحق اللي غنى وحغني بفضلكم بجماعيتكم شعاره واحد خلوا سمعكم يعميكم ما بيهمني شو بدلتك ولا ساعتك يا دينا أنا بدي أهنيه لرافاييل وبدي أقول له برافو وعن جد يعني عم بدافع عن موضوع في كتير ناس هي صرخت كتير ناس وما حدا عم بيترق له ما كنت متوقعة هذا الموضوع يتعالج اليوم من قبل ولا حدا من الكانديدا من بالأكاديمي دفاعه عن مستوى الفن وعن الموضوع عالجه بطريقة ما كان فيها يعني ما استعمل كتير أشياء بالمشهد كان كتير بسيط بس بذات الوقت كان كتير مقنع ما كان فينا نوقف نسمعه، ما كان فينا ما نركز على شو عم بيقول، وهذا الشيء كتير حلو برافو رافاييل. بالنسبة للغنى أنا اليوم سمعت صوت رافاييل مبحوح أقل من العادة، البحة عم بتخف، يعني بوزيسيون الصوت والتكنيك واللي عم ينشغل بالصفوف عم ببلش يطبقه. في عندي رنة كتير أكثر بالصوت اليوم عم بسمعها بوضوح، يعني في تجويف أحلى للصوت. في كم نوت فلتوا منه بس ولكن بالاجمال بس بدي هني انا اليوم اثرني كتير رافائيل لانه بالفعل عايشين هالاشياء وان الله صوته بيوصل للكل لانه اغلبيه الفنانين ما عم بحكي انه بيفكروا مثل ما قال بالمظاهر بس ما ما في سميعة من يومين كان عم في حفلة خيرية حضرت اثنين عميان عم بيدقوا يغنوا أغلبية الناس كانت عم تحكي وتجرجر بس ما حدا عم بيسمع لهم أبدا هذا شيء مؤسف جدا إن شاء الله هال هالصوت يوصل تهالناس تحس بقى وتغير وتفكر انه الفن مش بس باللبس وبالجمال بس الصوت هو الصوت يلي والحضور هلا في شغله عند رافائيل اول شيء نبلش بالحكي عنده الحكي بيلفظ لورا ومن مناخيره كمان أو قد بيلفظ من مناخيره عم نشتغل كتير بالصف تا هالشيء يروح عنه والصوت كبران كتير بس بعده قد ما مبسوط انه كبر صوته ضايع ما عم بيقدر يثبته تهالناس الناس ما تتضايق من القوه، هي الصوت مش بس قوه، في لازم يكون الحنان يظهر، كل شيء يظهر، وعنده مستقبل كبير رافايال. يا رافايال والله انا بكاني رافايال قصرني كاني عم بحضر حدا هيك إلو سنين بيطلع على المسرح و... وبيعمل ستاند اب لحاله رافائيل عم يتطور كتير كتير كثير من جوا ومن برا وصوته عم يتحسن ومثال على ال ال هالسفنج اللي بتشرب رافائيل انا وعم بحكي بيبقى عم بيطلع بيبقى عم بيطلع بده بده بد يشوفه بده يسمعه بده يعمل وبده يشتغل برافو عليه كتير مؤثر اللي عمله كتير عميق اللي عمله كتير مشكلة مهمة آه، عم نعاني منها مش بس نحنا كل مجتمعات العالم يلي رايحة صوب السطحية آه، رافائيل ايه بينسمع وبينشاف كمان مش مثل ما هو طلب منا لانه آه، ما فيك تشيلي عينك عنه هو عم بيحكي برافو رافائيل وان شاء الله يصير في تطور كمان بالصوت اسرع مثل ما تطور هالشخص هيدا قدامنا انسانيا ودراميا وحضورا وبفتكر انه رافائيل من اكثر الطلاب يلي عم بيتطوروا معنا بالسنه بالاكاديمي انا بحب اقول شغلي قبل ما احكي على الايفال تبع رافائيل اليوم يلي هو فعلا كان مؤثر جدا كل الاسبوع رافائيل كان مريض ولا مرة غاب على الصف هو محرور وصاخن ومتضايق بيجي وبيشارك ولا مرة بقدم عذر هالشاب بالنسبة للشغل أنا اليوم عن جد بغض النظر ما بشوفه عن رفايل كمان كيف بيساعد رفقاته كيف بضل يعني ساعد دينا بمشهدها هلا واكيد بعد رح يفوت مع حدا ثاني وثالث ويساعد الاخرين بحب عن جد حي روح هالشاب هيدا يلي كل مره عم بيقدم لنا ايفال مختلف وفكره جديده و وعن جد عم بحسه عم بيتقدم على كل حال بالنسبه لإلي تمثيليا انا ما إلي حق ما شوف هالجهد يلي كل مره بالايفال عم بيخليه يتقدم يعني التمثيل رافاييل عرف يمكن انه سلاح التمثيل او المسرح هو سلاح ليتقدم بالغنى، عم بيعرف يستعمل هالوسيله وعم يستخدمها بطريقه كتير ذكيه كيف فات؟ كيف فوتوه دينا ومروان؟ آه كانه نحن ما شايفينه يعني فات كانه ما في حدا وظهر قدامنا كيف بلش عم بغني بطريقه فرحه وحلوه وشوي شوي 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 فرجينا قديش هو حزين وضلينا هيك فتره مش عم نعرف شو الـ شو الانديكاب يعني شو العاقه الموجوده بعدين اكتشفنا انه مش عم بيقدر ما بيقشع وبالاخر هالحوار هيدا المباشر الكل احاسيس يلي العلامه كيف بكى يعني كيف بالاخر نزلت الدمعه بطريقه كتير ما فيها لا اوفر اكتنج بطريقه كثير طبيعيه وكيف هو كمان اثر فينا وكلنا دمعنا دم عن جد انا بحب هني رفايل لانه هو هالشاب هيدا بالتحديد رح ينجح بالغنى بس كمان رح ينجح بالتمثيل ورح ينجح بالمسرح الاستعراضي وانا شايفت له مستقبل كتير كبير لرافائيل انا حبيت اليوم برافائيل انه حكى عن موضوع عم يدق بكل حدا بيشتغل بالفن يعني في كل واحد يعكسها على حاله بالغنى بالتمثيل بحي الله شيء وحبيت كيف عمل دوبل للقضية كانت فيها اثنين هي العمى وكان فيها كمان الفن انه مش كل الناس تقدر توصل صوتها يعني كانت ممزوجة بشغلتين اللي عمله وكان كتير حلو بغض النظر عن الموضوع عن كل اللي حكيتوه رافائيل عم يعمل تقدم كتير كبير بالمغنى يعني عم نشوف بالشخصية بالتمثيل بالأفكار لأن أفكاره كل جمعة بتكون أحلى كل جمعة أحلى من الثانية بس أنا عم بتذكر اليوم أول مرة رافائيل عمل إيفال أنا علقت قلت إنه قد هو عجق بشخصيته صوته كتير عجق وفي عجقة وبيفتوا من النوتات اليوم شفت رواء بصوت رافائيل شفت نضج اكثر منه منو منو واصل انه يكون هو يمكن افضل صوت وكل هودي التفاصيل بس عم يشتغل ويطلع على الدرج درجه درجه اليوم انا رافائيل فات ونحنا اليوم بنص الطريق شوف تقدم كتير كبير صوتيا ومش مهم الانسان انه يعمل احلى شيء بالدنيا بس مهم يكون عم يشتغل ويسعى تيكون حلو وكامل انا بدي اقول برافو رافائيل وكمل هيك لانه بالنهايه عارف هو انه اللي عم يعمله هو تا يستفيد طب بعدين بس يظهر يكون فعلا على صوره مثاليه للفن بكل نواحي تبعه